إياكم والجلوس بالطرقات. نعم. رواية في الطرقات وفي رواية على الطرقات. كل وارد يرد بتصرف العلماء، لكن المحفوظ إياكم والجلوس في الطرقات. نعم. يعني الروايات الأخرى ايه بتروى بالمعنى يا شيخ حمدي، الله يحفظك. يعني يا شيخ حمدي اسمع كلامي يا شيخ حمدي، ما يكاد يوجد حديث إلا وروي بالمعنى. يعني على سبيل المثال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجه البخاري فيما يقارب 7 مواطن من صحيح، وخرجه مسلم وخرجه عدد، تجد له روايات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تجد رواية العمل بالنية ولامرئ ما نوى، تجد عمل تجدهم مختصرا ومطولا. فالأمر في ذلك سهل ما دامت الألفاظ لا يتعبد بها، أما إذا كان الألفاظ تأثير حينئذ ندقق. يعني مثلا نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. كلمة السلع تفرق عن الطعام، ندقق هنا.